السلام عليكم، معكم ايمون، وفي هذا الفيديو سأحاول أن أذكر فيه جميع الأسرار الجديدة حول GTA The Trilogy The Definitive Edition. معظم المعلومات تم كشفها بالفعل من الأيام الأولى، وإذا نسيت البعض منها قم بذكر ذلك في تعليق. فلنبدأ. إنجاز متوفر على GTA San Andreas بعد أن تبقى يوم كامل في اللعبة وأنت تتجول في الغابات بحثا عن مخلوق البيك فوت. قد يكون هذا تلميح إلى الضجة الكبيرة التي حصلت بعد صدور اللعبة ونظريات الناس التي انتشرت حول احتمالية وجود مخلوق البيك فوت في الغابات، أو ربما هذه إشارة إلى نفس الشيء الموجود في Red Dead Redemption، وقد ظهر هذا المخلوق أيضا في GTA 5 ولكن على شكل تنكر. هناك أيضا سر آخر مشهور في الماضي، كنا سنجد لافتة وخلفها قطعة من الجسر. في النسخة الجديدة قاموا بنفس الشيء، وبما أن هناك تفاصيل أكثر قاموا بتعديل ذلك. سنلاحظ أن عدد الصور والبوليغونز هي أكثر، وحجمه داخل ملفات اللعبة بالطبع أكبر. شيء آخر قد تم ذكر أن 3 أطفال قد ولدوا أثناء عملية البناء، ولا أعتقد أنهم يقصدون الجسر لأنه خلال يوم واحد تتمكن من صناعته كمطور لعبة، بل كانوا يقصدون GTA The Trilogy. ربما حينما كانوا يعملون على المشروع ولد 3 أطفال من عائلات المطورين وقاموا بذكر ذلك هنا. محل آخر داخل المول، سنعثر على سترة مايكل الحمراء المميزة نفسها المستخدمة في مهمة الافتتاحية لGTA 5، خصوصا أن مايكل يذكرنا بتومي قليلا. في نفس المكان مول فاي سيتي، في إشارة واضحة إلى شخصية أخرى من GTA 5 من خلال هذه الملابس النسائية المعروضة للبيع التي يرتديها المجنون تريفر. إنها هي تماما معروضة هناك، ومن السهل جدا التعرف عليها. ليس هذا فقط، ملابس كثيرة من عالم GTA San Andreas الخاصة بسي جي وأحد الشخصيات الثانوية موجودة هناك أيضا. صورة كلاود من GTA 3 في هذا المحل الذي يبيع ألواح التزلج، ونفسها موجودة في منزل تومي، وهذه الصورة نعرفها جميعا وقديمة. وجدت أيضا بعض الإعلانات التي تبدو بأنها عن شخصيات GTA Online ومحل ألعاب صغيرة يعرض للبيع نفس ما هو موجود في محل زيرو. لقد حافظوا أيضا على سر إطلاق النار باستخدام سنايبر على القمر حيث يتغير حجمه. لاحظت أنك قادر على التحكم بالإضاءة قليلا لأن القمر على ما يبدو لديه تأثير على عالم اللعبة. سر آخر تم إضافته وهو المفضل لدي الذي يجعل رأس الشخصيات كبير. هو لا يعتبر سر تماما بل كلمة غش، ولكنه تلميح إلى رمز الغش المشهور الخاص بشركة كونامي. في نسخة الحاسوب تحتاج إلى كتابة هذه الكلمة. في GTA Vice City داخل محل بيع أقراص الموسيقى ستجد كتاب مكتوب على غلافه الدليل النهائي لVice City The Definitive Guide to Vice City، وهذا تلميح إلى اسم اللعبة نفسها وفي نفس الوقت إلى Red Dead Redemption 2 لاستخدامهم صورة من عالم اللعبة، هذه التي فوق التي فيها نخيل وحتى هذه. ليس هذا فقط، بل فعلوا نفس الأمر على أحد الصور الموجودة في بيت رايدر. بالحديث عن الصور، هناك واحدة موجودة في جراج سي جي وواحدة أخرى داخل مول فاي سيتي، وهي نفسها المتواجدة في منزل مايكل. Say my name. شيء آخر، في GTA Vice City يتواجد مسبح على شكل شعار روكستار. المشكلة أنه في الخريطة يظهر بطريقة غريبة ب6 رؤوس، وسنصفي النية ونقول أنه مجرد تلميح لGTA 6. روكستار 6 رؤوس، 6 روكستار يعني GTA 6 لأن النجمة فيها 6 رؤوس، أو خطأ غبي من أحد المطورين. في هذا المكان قرب القاعدة العسكرية في GTA San Andreas يتواجد هذا المحل المشهور صاحب لافتة السفينة الفضائية. بالداخل في النسخة القديمة وجدنا مجموعة من الصور القديمة لأجسام غريبة في السماء قد تم تصويرها، وفي النسخة المحسنة قد تم تحديثها واستخدموا صور جديدة بالكامل، منها من عالم GTA 5 والبعض منها من Red Dead Redemption. شيء آخر، يعتقد الكثير من الناس أن هذا المنزل قد يكون صورة ملتقطة من لعبة GTA 6 التي من المفترض أنها تحت التطوير، نأمل ذلك. ربما هذا المنزل الأبيض الكبير هو ملك لبطل اللعبة المستقبلي، وخصوصا أن المنزل وتصميمه والأجواء هناك تبدو بأنها من ميامي، أعتقد ذلك. شيء لطيف أيضا، تم إضافة تفاصيل أكثر هنا في هذه الغرفة. إليكم مقارنة. Thank you.
في جي تي اي 3 ستلاحظ صورة إعلانية مكتوب عليها The Bloody Choppers وصورة جمجمة عليها فأس، وقد تأكد اللاعبين أن هذه الصورة مأخوذة من لعبة Red Dead Redemption 2 في مكان سري مليء بالهياكل العظمية، وهي تبدو مختلفة في النسخة الأصلية، وربما قرر المطورين التلميح إلى لعبة Red Dead بهذه الطريقة. وقد لاحظت أيضا شيء مختلف، إعلان لفيلم مع شخصية جي تي اي سان أندرياس، وأجد أن هذا غريب. داخل غاراج سي جي تتواجد بعض الأغراض منها الموجودة في لعبة جي تي اي 5، خصوصا القمامة. هذا لا يعتبر سر مهم، ولكن يستحق أن أذكره في الفيديو. نفس الشيء ينطبق على غاراج منزل كلاود وحتى تومي وغاراج ايت بول، واحدة من الأماكن المميزة جدا في اللعبة، وهو محل زيرو الذي يعرض للبيع مجموعة من اللعب المستوحاة من شخصيات جي تي اي فاي سيتي ومان هانت، وتنضم شخصية جديدة إلى المجموعة وقد تعرف عليها البعض منكم، أحد الأبطال من عالم جي تي اي 5 الذي ظهر أيضا في الرسوم المتحركة من عالم اللعبة. ستجد خلف البائع رف عليه دب وردي، وقد يشير ذلك إلى نفس الدب الخاص بتريفر، ولا أرغب بأن أحكي لكم ما حصل لهذا المسكين، أو ربما قد يكون تلميح لذلك الدب الوردي من فيلم توي ستوري، أنا فقط أمزح. واحدة من التلميحات القديمة هو أن الهوت دوغ مصنوع من لحم البشر في النسخة الجديدة، أفسدوا ذلك الأمر وغيروها. قاموا أيضا بإفساد شيء غبي جدا، هذه الدائرة كان من المفترض أن تكون على شكل برغي، من المفترض أن يضعوا برغي وليس دائرة، يا رجل ذلك لم يكن لو بولي، كان عن قصد يبدو مربع لأن البرغي يبدو مربع، لماذا جعلوه دائري أنا لا أعرف، لأنه دائري سلس، كل شيء سلس في اللعبة، أخت كارل مثلا. لوحة إعلانية على طريق جي تي اي 3 التي استخدمت من أجل التلميح إلى الجزء الجديد في ذلك الوقت الذي هو جي تي اي فاي سيتي، هي موجودة الآن بطريقة مختلفة. تم حذف كلمة ميامي ووضعوا خلفية من جي تي اي 5، وهذا جعل اللاعبين يعتقدون أنه تلميح إلى ريماستر جي تي اي 4، لأن الطائرة خارجة من مطار سان أندرياس وربما متجهة نحو ليبرتي سيتي. صحيفة في جي تي اي 3 موجودة عليها زومبي ألفيس، ولكن قد غيروا ذلك في النسخة المحسنة، وأيضا أضافوا واحدة جديدة عليها صورة البطل المفروض هي نفسها المستخدمة في المشهد الافتتاحي. أظن بأني ذكرت معظم الأسرار الموجودة، وأتمنى منكم زيارة موقع كام جي جي ومشاهدة الفيديوهات السابقة، خصوصا فيديو تطوير طور الزومبي عملت عليه لمدة شهر. كان هذا كل شيء، وألقاكم قريبا يا رفاق.